السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمار السريالي في موضوع جديد. موضوع هذا اليوم جدا مهم، حول الألعاب الأتاري أيام زمان. تشغيل الألعاب الأتاري أيام زمان في الكمبيوتر، طبعا تكون هاي الألعاب يعني بالكمبيوتر بدون تنصيب. هاي طبعا لعبة الأتاري، احنا نعرف لعبة الأتاري سابقا بأيام جيل الثمانينات وبداية جيل التسعينات كان موجود مثل هذا الشكل، مثل هاي الصورة أتاري، والناس يستخدموا خاصة الشباب مثل هذا الأتاري. يكون أنا شارح بالمدونة، اللي يريد يدخل للمدونة يدخل يلقى الرابط، وأيضا لحد يلقى الرابط أسفل الفيديو مطفة شرح معين لشون شكل الألعاب. تكون ملفات، يعني هاي يعني ملفات تقدر تقرأها براحة، أي مشكلة بيها. للتحميل الألعاب الأتاري، اللي يريد يحمل الألعاب الأتاري ينقر هنا أنقر نقر معين، بعد ذلك لحد يروح الموقع الروابط المختصرة ينتظر 5 ثواني حتى يقدر يحمل الملف. تقول تخطي للإعلانات. أحب أذكر ملاحظة، مرات يصير خربطة بهذا الموقع، يودك موقع ثاني أو يعني موقع آخر، فحاول عيد أكثر من مرة أو ترفش الصفحة حتى تقدر تنزل اللعبة. هسه على سبيل المثال أخذني موقع يعني مو هو الموقع الميديا فاير حتى حمل من عده، يعني تطلع من عده، تطلع يعني سو خروج وتنقل مرة الثانية. هاي يعني إذا واجهتك هاي المشكلة. تخطي إعلانات، بعد ذلك هو هذا اللينك اللي نحمل من عده الملف الألعاب. هسه هو ابقى تلقائيا، هو هسه لحد يوديك للموقع تحميل الملفات، هي ميديا فاير. طبعا هذا هو موقع ميديا فاير، عن قريب اشرح هذا الموقع، موقع تحميل الملفات اي ملفات كانت. هنا يقول لي الحجم هو 22.52 ميجا، انقر عليه يقول لي تريد تحمل، اقول له اي اريد احمل. اي سؤال اي استفسار حول اللعبة او كيفية تحميل اللعبة ممكن تراسلني على صفحة الفيسبوك او على قناة اليوتيوب. انتظر التحميل لحد ما يخلص. هسه كمل التحميل عندنا، هذا التحميل كمل. هنا افتح المجلد حتى اسحب اللعبة او الالعاب الاتاري. هذا المجلد بشكل مضغوط، انا مخصص للدي للالعاب الدي. انزل اللعبه هنا، بعد ذلك عندنا هاي لعبه الاتاري ايام زمان. ممكن افتح هذا، يعني افتح الملف المضغوط، اقول له هنا افتح لي هير هذا الملف. هذا الملف هذا 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 ممكن تحتفظ به او تعطي صديقك يستفاد بيه عبر فلاش او ترفعه عبر جوجل درايف. هذا ملف الالعاب، اذا كل ما لك علاقه به لك علاقه هو مشغل الالعاب الاتاري وعندك العاب الاتاري. هاي العاب الاتاري ملف الاول، وعندنا ملف الثاني، اذا كلنا العاب هذا مشغل الالعاب. هسه احنا نوضح شلون الشغل اللعبه. أحب أذكر ملاحظة، الإعدادات المشغلات الألعاب أنا مرتبهن، يعني ضابط الإعدادات، حتى الجوستيك مال يده أنا ضابطهن، كلهم ضابطهن، والوضوح ضابطهن، فلذلك أنت بكيفك ممكن تغير حسب
حسب ما أشوفه. لكن أنا نصيحة لجميع الناس يعني ينزلون ألعاب أتاري، لا تغير الإعدادات، نشغل المشغل الألعاب الأتاري، بعد ذلك راح تظهر لك واجهة أو قائمة سوداء، هنا راح تلقى الأزرار، عندك فايل وغير ذلك، روح لكلمة فايل، إذن الألعاب. أحب أذكر ملاحظة، يعني هسموا هذا ملف رقم 1 و 2 و 3 و 4 وغير ذلك، هنا عندك الملف الواحد جقد يحتوي ألعاب 115 لعبة، هنا 700، هنا 1200، هنا ما لا حدود، هذا رقم كبير، وهنا كذلك 300 لعبة، كل ملف بألعاب، هذا ملف رقم 1 احنا قلنا. بعدين نجي ملف رقم 2، ناخذ على سبيل المثال هذا الملف، هسه لو تلاحظون هاي كلها واجهة الألعاب الموجودة، يعني ساعدتك هاي اللعبة هاي اللعبة، يعني لو تلاحظ الديزاين والوضوح هذا كله، يعني الشاشة يعني تحسها كأنما ألعاب قديمة، هذا كله أنا رتبته وكملت الإعدادات. ناخذ على سبيل المثال أي لعبة، اللي يغير اللعبة يروح على كلمة هنا ثانية واحدة، كلمة NES سوي روست ترست روست، يعني تظهر لك القائمة. أحب أذكر ملاحظة، اللي يشغل مشغل الألعاب قبل كل شيء يعني يشكل اليد أو الجوستيك، بعد ذلك يشغل مشغل الألعاب حتى تشتغل اليد، إذا أنت شغلت اللعبات وخليت الجوستيك ما تشتغل عندك. هسه نروح ملف ثاني، طبعا إذا ملفات عندك هذا ايضا، لاحظ يعني روح ملف اخر، هذا ملف قديم، غير الملف، وايضا عندنا هذا الملف. وعندنا ملف ثاني احنا قلنا عليه اسمها هاي ألعاب الأتاري، عندك احنا جربنا الأول، جربنا هذا، جربناهن، وعندنا أيضا ملفات أخرى، عندنا هاي شقد كم، هذا الملف الواحد 58 لعبة، أما البقية تلقاها لعبات يعني مو ملفات، يعني أكثر من لعبة تكون ملف واحد، يعني على سبيل المثال ناخذ نجربنا هذا من باب التجربة. لاحظ اللعبة واحدة تكون.
المهم اذا الالعاب راح تلقوها الرابط مالتها اسفل الفيديو. لكن اول شيء قبل كل شيء نروح للاعدادات. عندك الاعدادات اليد تروح هنا، هاي اعدادات اليد. هسه انا مشكل اليد او الجويستيك، ممكن تروح على هاي الكلمه. يعني عندك هنا رقم واحد وعندك هنا رقم اثنين، هنا لا تخلي اشاره، فقط تدوس هنا جويستيك. هسه انا مشكل جويستيك يقول لك للاعلى. مثلا انت مشكل يعني تعرف الجويستيك ويا المشغل الالعاب المحاكي الالعاب، تدوس هنا وتدوس مثلا هو مو الاعلى، تدوس يعني كبسه الزر للاعلى ماشي، للاسفل للاسفل ماشي، ستار تقول له ستار. لما تكمل هاي الاعدادات تقول له كلوس. اذا عندك يد ثانيه ممكن هنا تستخدمها، يعني الست هذا تروح للثانيه. اذا عندك يدتين مثلا تريد تلعب ويا اخوك او صديقك تستخدم هم نفس النمط، يعني تدوس مثلا للاعلى، تدوس الجوستيك، تدوس الكبسه المزر مع الجوستيك للاعلى هالشكل. لاحظ شوف التغيير شلون صار. مثلا كلمه ستار ستار يقول لك كلوز. هنا الاي هي الازرار، يعني الاكس او المربع او المثلث او رقم واحد تلقاها هنا رقم واحد مثلا. هاي بالنسبه للاعدادات الجوستيك وتشتغل اللعبه. اما بقيه الاعدادات مثلا الوضوح او تكبير الشاشه، فانا ما انصح بال يعني واحد يضبطها، لان انا مضبطها سابقا. فانت مجرد تنزل اللعبه وتستمتع باللعبه، يعني تستمتع بها. طبعا هو هذا المشغل الالعاب او الشكل يد، بعد ذلك الشغل الالعاب، يعني هذا تظهر لك قائمه سوداء وتروح كلمه فايل. كل الالعاب وكل المشغلات راح تكون رابط اسفل الفيديو. اتمنى يكون هذا الموضوع واضح للجميع، واتمنى واحد يرجع ذكريات ايام زمان. كان معكم عمار السريالي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.